النهارده في خبر هتلاقوا في وسائل اعلام خدته كل وسيله اعلام حسب الزاويه بتاعتها. انا بشوفه هنا في الحال اليوم حسب مصلحه بلدي، حسب انها فكره اقتصاديه لها جدوى كبيره. وزير البترول بتاعنا قال انه شرق المتوسط ودول شرق المتوسط لابد ان تجتمع كي نحاول ان نصنع مصالح اقتصاديه مشتركه. سلم ايد صاحب الفكره، يعني اللي فكر في فكره الاجتماع دي دي راجل محترم، راجل بيفهم. الراجل بيحب بلده بجد ولا يبالي باي فكر فحصل ايه حصل هذا الاجتماع النهارده وسموه منتدى غاز شرق المتوسط وهيكون مقره القاهره وتمت دعوه وزير الطاقه القبرصي اليوناني الاسرائيلي الايطالي الاردني الفلسطيني جميعهم اجتمعوا في القاهره لمناقشه كيف نتعاون هناك امر واقع وهناك دول او قوى او ناس ما بنعترفش بيها او ناس بنعترف بيها او ناس متخانقين معاها او ناس فيهم لكن الحته دي من بحر المتوسط بتقع بين الدوله دي ودي 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 ستلتقي المصالح لما يكون كل الناس موجودين كان موجود الجانب الفلسطيني كان حاضر النهارده عشان ادور له على مصلحته في ضوء كل المعطيات اللي موجوده النهارده صاحب الفكره بتاعة هذا المنتدى راجل لابد أن توجه له التحية ده راجل بيشتغل لصالح بلده بجد ده راجل لا يبالي باي حد هتسمعوا كلام كتير ولا يفرق معانا هذا المنتدى اعتقد انه خطوه صحيحه جدا في طريق التعاون ما بيننا وما بين دول البحر المتوسط كلها مش بتكلم بس عن شرق البحر المتوسط هتشوف الكلام ده ليه يا فندم لانك عملت ترسيم الحدود لما فكرت سياسيا انك ترسم الحدود قدرت تستفيد تستفيد ازاي انك تقدر تبحث وتلاقي غاز تبيع الغاز أو توصلوا لدول الجوار، تجيب عملة صعبة، تعمل عاصمة إدارية جديدة، تعمل طرق، تعمل كباري، هو كده، هي فكرة، مجرد فكرة، لكن على تطبيقها على الأرض، شايفين النهارده احتضنت القاهرة هذا المنتدى الهام جدا، واللي أعتقد إنه هيبدأ فيه خطوات فعلية على الأرض، خلونا نشوف التقرير عن هذا المنتدى ونرجع نعلق مع حضراتكم. بمشاركة سبع دول عقد اليوم اجتماع منتدى غاز دول شرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزراء الطاقة المصري اليوناني والقبرصي والإسرائيلي والإيطالي والأردني وممثلين عن السلطة الفلسطينية. اجتماع كان هدفه الأساسي تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية. خطوة جديدة نحو تعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركه في مجال الطاقه بين دول شرق المتوسط اعلن من خلالها الوزراء على التزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي بهدف الاستغلال الامثل لامكانات الغاز في المنطقه. اهداف رئيسيه اتفق عليها وزراء منتدى غاز شرق المتوسط كان من ضمنها العمل على انشاء سوق غاز اقليميه يخدم مصالح الاعضاء وتعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغه سياسات اقليميه مشتركه بشان الغاز الطبيعي وايضا تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن ان تجنى من التعاون والحوار فيما بين الاعضاء اسراء عبد التواب الحياه اليوم